هب النسيم فماتت منه أشجار، وغردت في بذي بشام الشيخ أطيار، وضاحك البر أزهار الرياض فمين، فضي مذهبها نور وأنوار. فهزني الشوق لا دمعي يكف ولا قلبي إذا ما رمت الصبر صبار، وطال عهدي بدار كنت ساكنها، قد حال من دونها ند وأغوار. فليت شعري هل الأيام تسعدني بوصل قوم ناءت بي عنهم الدار، أحن ودا وتذكارا لهم بهم والحب أقتله ود وتذكار. يا جيرة الحي يا جيرة الحي كيف ينجدون أوهال بالشعب في ثمرات الحي سمار. وهل ألمت صبان الدين مودعة للظاعنين وسارت أينما ساروا، وأين حلوا من الوادي وهل ضربات لهم على العلم الغربي أخدار. يا هائم القلب ثق بالصبر معتصما، فكل شيء له حد ومقدار. وإن بليت بأحكام الزمان فلا تجزع، فللدهر إقبال وإدبار. واعلم بأنك جار الأهدلي وفي زمام محترم يحمي به الجار، فانزل بتربته إيما نزلت وسال، أهذه طيبة والخلق زوار؟ أم مشهد الكعبة البيت الحرام وفي أكنافها الوفد حجاج وعمار، بجاه من شوفت هذه البلاد به كما بأحمد قد ما شرف القار، بجاه من شرفت هذه البلاد به كما بأحمد قد ما شرف القار. تغى الكثيب كثيب السدر صوب حياة، غمامه بصنوف الخير مطار، ففيه سر من الأسرار مبتهي، في سبت كل ولي منه أسرار، مهذب شرف الله الوجود به، وإنما ولد المختار مختار. ظل ظليل وغيث يستغيث به، عدم وعرب وبدو ثم حضار.
في الدار في الدنيا ويوم غد تمحى به عن جميع الخلق أوزار. ولو أشار إلى نار السعير خبت إذ ذاك وانطفأت من نوره النار. ولو دعا بجماد الأرض معجزة لباه ترب وأشجار وأحجار. وكم له من كرامات إذا قرنت وكم له من كرامات إذا قرنت بالبحر تخجله والبحر تيار. حلت محاسنه الأيام وامتلأت منها جهات كثيرات وأغطار. وفي المراوعة الغراء شهب هدى هم في حظائر قدس الله أزهار. آل النبي وأبناء الوصيف هم في الأرض والعرض سادات وأخيار. قوم سموا برسول الله مرتبة فكل أفعالهم في المجد آثار. سبع المساني ثناء يمدحون به ومدح غيرهم سجع وأشعار. وفيهم الفرد يحيى الأريحي له فوق الخليقة أغطار وأقدار. بدر منير إمام عالم علم سيف من السر ماضي الحد بتار. مبارك الوجه ترجى فيض نائله مبارك الوجه يرجى فيض نائله ومنه تغضى لبانات وأوطار. أما وآل علي الأهدلي فهم لخلعة الكون تطريز وأنوار. لا بعت شعرا نفيسا بالخسيس ولو هلفت جوعا فللأشعار أشعار. ولا تعاظمني في مدح منصبه مال ودار ودينار وقنطار. بل أطلب الخلد في أدنى محبتهم وما علي إذا أحببتهم. فهم ثمالي ومنهم نصرتي وغنى فضلي وقبلة قصدي أينما ساروا. أولاك إن عاهدوا أو وفوا وإن وهبوا أغنوا وإن يستشاروا نصرة شاروا. كأنما الكون شخص ميت وهم للكون روح وأسماع وأبصار. ولم يزل جارهم يحمى وسائلهم يعطى وعارضهم بالخير مطار. صلى الله عليه وسلم.